طيب رجعنا لكم مره ثانيه كابتن رضا عبد العال كابتن ايمن رجب كابتن ايمن خليني اسالك هل كابتن ايهاب جلال النهارده هو افضل تشكيله ليه النهارده بعد وجود كل الصفقات الجديده بقى اللي جت في الفتره الاخيره لا لسه عندك غيابات في في, في اصابات يعني مثلا هشام محمد كان متعور أوه. ودخل النهارده أوه. لسه بقيه الناس لسه ما كملتش لسه الشيخ ما، ما، مش, ما مش جاهز أوه. بشكل كبير أوه. بس اللي انت بتقوله تاني تاني بس القناعه لازم تبقى موجوده عند الجمهور وعندنا و... و... واحنا كمحبين للنادي والجهاز الفني وكده بص يا فاروق ان انت لازم تبقى عارف الاول حدود فرقتنا دي حدود فرقتنا اللي موجوده دلوقتي ان انت تقدر تعمل ايه بيهم في, في خلال الموسم ده في المقاويه كمان يعني احنا عندنا المقاويه السنه دي فما م. ينفعش الاسماعيلي يتعرض فيها لاي شيء يعني ان شاء الله اما ان احنا احنا قادرين النهارده بالشكل اللي احنا ماشيين بيه ده بالشكل تاني تاني انا ليه مصمم على فتح قيد هو اللي عمل الاستقرار ده فتح قيد خلى المنافسه بين اللعيبه فتح قيد خلى جهاز فني يتحمل المسؤوليه ان مفيش حجه قدام الجمهور جمهور هيعرف يحاسب لعيبته لو اخفقت في المباريات كان الاول ما بيقدرش يحاسبهم لان اللعيبه معذوره ما فيش فلوس وما كده اللعيبه اخذت مستحقاتها بنسبه 25% حتى جهاز فني قبض انت كل المنظومه دلوقتي بقى فيها استقرار فالاستقرار يخليك يخليك تقدر تنتج بقى لان انت هتتحاسب فاللي انا بقوله احنا نقدر في الدوري ده نبقى على اخر الدور الاولاني نقدر نستقر بشكل كويس هي زي ما احنا بنعملها دلوقتي كده ان احنا ثلاث مباريات بخمس نقاط ما نخسرش يا فاروق والنقطه هتفرق معانا بشكل كبير تخيل لو انت بقى قدرت وانت بتتعادل تكسب وانت بت يعني تغيب لك ماتشين وتكسب ماتش تغيب لك ماتشين وتكسب ماتش هتلاقي نفسك في الموضوع هتبقى مرتاح هتبقى مرتاح بشكل كويس بعد كده التفكير بقى في اللي بيحصل جوه النادي دلوقتي التفكير في اعاده بناء قطاع الناشئين حلو جدا ليه لان طول الوقت الاسماعيلي كان ايه يا فاروق الاسماعيلي كان بعد جيل الكابتن علي ابو جريشه سنه 80 جه كابتن عماد وحازم الله يرحمه وحماده الرومي وكابتن محمود حسن وكابتن علي يونس وطارق الصاوي دول جم من فين كابتن م. محمود حسن كان من نادي الميه كابتن طارق الصاوي كان من بورفؤاد كابتن علي يونس كان من نادي مدينه مصر. طول عمر النادي الاسماعيلي بيراهن على لعيب موهوب زي فكره رضا من نيل الادويه لفين الاول يعني اتعرض طبعا. على النادي الاهلي وبعد كده نادي الزمالك وبعدين النادي الاهلي دي مسيرته الكبيره هو كان فين؟ طول عمر النادي الاسماعيلي كان بيراهن كده على لعيب مغمور في كل الاجيال جيل الكابتن عماد كان كده جيلنا لما جينا جينا كده من طلعت حرب ومن طوخ ومن كفر خلاص واللي بعدينا جم كده فالنادي الاسماعيلي مش نادي انه يجيب نجم مش نادي نجم يجيبه لا نادي اسماعيلي بدفعة الجماهير بقوة الجماهير بالعين الخبيرة انت دايما بتراهن على كده اعتقد ان السنة الجاية ده الشغل الشاغل عند الاسماعيلي دلوقتي ان انت بتجهز في قطاع ناشئين قوي وهتجهز في لعيب زي الدح بقى الفكرة اللي احنا كنا بنتكلم فيها انا وكابتن رضا بره الهوا الدح نفس الفكرة لعيب مغمور ولعيب واعد ده مع الجمهور هو كمان بقى عنده قبول مع الجمهور سبحان الله من اول مباراه لعبها في ثلث ساعه فانت تخيل بقى عبد ده مع الاستمراريه بعمل عامل ازاي الملواني اللي اخد شويه في المباراه النهارده مع الاستمراريه بعمل عامل ازاي حاتم سكر حتى عنده قبول الجمهور ليه وهو لعيب صغير بقى عامل ازاي الاسماعيليه بتحب كده هي تراهن على لعيبتها ما بتراهنش على نجم كبير اعتقد لو فضلنا ماشيين بالشكل ده فده هيبقى على نهايه الموسم اما ان انت هتبقى مستقر واحنا قلنا اول السنه فاروق حتى قبل فتح القيد بس كانت عدم الاستقرار هو اللي كان عامل المشكله قلت لك فنيا ما فيش خوف على النادي الاسماعيلي من ناحيه ان احنا كنا بنمتلك ثلاث اربع لعيبه ان كان ياو او عبد الرحمن انور آه. او كده كان عندنا الثلاث اربع لعيبه اللي قعدوك في الدوري لو بصيت على كل الجدول هي كل الفرق عندها ثلاث اربع لعيبه بره اهلي وزمالك وبره بيراميدز